واحده صاحبتي مره حكيت لي على ان ابنها قرر يعملها مفاجاه فجاه دخلت لقيت ابنها بيقول لها لا لا لا, جبنا لك يا ماما جيتار 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 ايه يا كريم جبته منين خدته من واحد صاحبك فكريم قال لها لا فاكره يا ماما لما حضرتك قلتي لي ان لو عايز فعلا جيتار ابتدي حوش واحنا ساعتها نكمل لك ونساعدك انا بدات احوش فمامه كريم قالت له بس اكيد يا كريم مصروفك ما يكفيش ان انت تجيب جيتار قال لها اه ما انا حوشت وحوشت كمان العيديه وما كانتش مكمله بس فاكره بقى لما انا قلت لحضرتك تجيبيلي شويه اكسسوارات وماتيريال وقعدت تعمل حاجات وحضرتك عشان تشجعيني اشتريتي مني قالت له اه فاكره قال لها لما حضرتك شجعتيني خلتيني افكر في فكره كده ان انا اعمل منتجات اكتر واكسسوارز اكتر وبيعها لاصحابي واهلهم ومن ساعتها بدات احوش جنيه ورا جنيه لحد ما حوشت ثمن الجيتار ورحت قلت لبابا وقلنا نعملك مفاجاه ونجيب الجيتار عشان ابتدي اتعلم عليه مامت كريم قالت له بس بس انت يا كريم ليه ما قلتلناش؟ احنا قلنا لك ابتدي حوش واحنا هنساعدك. قال لا, لا، ما انا حسيت وقتها ان ده تحدي فقلت بقى قد التحدي وكنت كل ما بحوش احس ان انا عايز الجيتار اكتر ودلوقتي اكيد لما اتعلم عليه واعزف عليه هيبقى احلى عشان انا جبته بمجهودي. ياسين شخصيه في نفسه وذكي لكن غلباوي جدا ودايما سابق سنه بسبب طموحه اللي ما بيخلصش. زين الاسكندراني اللي على حق طيب جدا لكن كمان شقي جدا واهم حاجه عنده انه يعمل اللي هو عاوزه ياسين <applause> وزين جم النهارده لحوار عائلي جدا مع ماما هدى اكتر سبب حم الزين وياسين لحوار عائلي جدا هي فكره الطلبات واللي استغلوها كويس قوي علشان ماما هدى تحقق لهم كل اللي هيطلبوه ماما هدى هي كمان قررت تكتب مجموعة طلبات لياسين وزين مقابل إنها تحقق لهم اللي هم عاوزينه حوار عائلي جدا معانا النهارده عيلة ياسين وزين ماما هدى ازيك يا ماما هدى اهلا وسهلا جايين من اسكندريه مخصوص مخصوص عشان البرنامج آه ياسين وزين بيتفقوا مع بعض ولا بيتخانقوا مع بعض لا هم اكتر الوقت بيتفقوا مع بعض جدا بيتفقوا عليكم ولا بيتفقوا على مين عليا انا كل المشكله فيا انا ليه بقى عشان ياسين بيحب التصوير بيحب تيك توك على طول يحب يصور عايز زين يمشي معايا في دماغه يفكر زي ما هو بيفكر يحصل مشكله بقى بينهم ابتدي انا اتدخل مش عايزه احقق حلمه عشان كده انا جيت النهارده هو هو بيقول لك مش عايزه مش عايزه إن مش عايزه مش عايزه, عايزة حلم. يتحقق حلمي عشان انا عايزه انا بحب التصوير وبحب اعمل فيديوهات كتير هو بيحب يصور ان هو يعني ككاميرا يعني ان هو اللي يمسك الكاميرا ويصور أيوة. ولا بيحب لا يحب هو يتصور ويعمل فيديوهات لنفسه اه هو عايز هو اللي يتصور اه عايز يبقى مشهور الله طب وحضرتك منع منع ليه بقى او ليه من الحته دي أخ... إيه، سيطرت على تفكيره في حاجات كتير زي ان هو مثلا ما بقاش اجتماعي ما روح النادي يقعد مع نفسه على اللابتوب بتاعه على التابلت ما فيش اي حوار انا زهقان على طول انا زهقان مش عايز اقعد مع حد يخش اوضته ويقعد فيها دي مشكله مسببه لي مشكله انا انما زين العكس عايز يلعب ويتنطط ويحصل مشكله بينهم بقى يعني ان هو ان هو عايز ده عايز والتاني عايز يلعب والتاني عايز يمشي اه دي مشكله أوه. بيننا اربعة 24 ساعه في البيت طب ممكن نكون مثلا حاجه بتزعقي اكتر ولا بابا الاول؟ لا انا اه بتزعقي اكتر ليه لزين؟ بيعيط على اقل حاجه بيزن على طول بيعيط ولا بيزن؟ لا زنين يعني لو مثلا جه طلب منك حاجه وحضرتك قلتي له لا يا زين بطريقه غير مباشره بطريقه غير مباشره على طول زين كده في الاخر بقى زن بيجيب نتيجه ولا لا ساعات لا كتير ساعات كده اقول له لا انا فاهمه دماغك ومش هعمل اللي انت عايزه ده عند بقى <تصفيق> 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 طب انا فاهمك بقى ومش هعمل كده بقى طب وياسين بقى بتقولي له لا اكتر على ايه غير التفتك. لا ياسين ما بيطلبش اصلا اصلا يعني لا ياسين يا عايز ]ن... حاجه يعمل ايه ياسين امنيه حته التليفون عايز التليفون عايز تليفون <تصفيح> <applause> اه عايز تليفون عشان مع اني مع التاب بتاعه بس لا هو عايز تليفون يبقى خاص بيه دي مشكلتي معاه طب لو احنا قلنا لهم اديناهم فرصه كده ان هم يكونوا هم مدراء البيت هو اللي هيبقى المدير ياسين وزين برضو هيعملوا الفكرة ايه تفتكري ايه القواعد اللي هيعملوها هيلغوا ايه او هيعملوا ايه القاعده جديدة في البيت مفتوحه اه النت مفتوح 24 ساعة والله <applause> كل البيوت نفسها بكده باقة النت بتخلص في 10 ايام عندنا باقة النت تبقى مفتوحة عشان هو يبقى الإدارة ياسين بتشوفي انه باباهم فلكسبل او مرن اكتر منك ولا باباهم اه كتير انا لا انا جديدة شويه كتير بقى طب يعني ممكن مثلا لو هم طالبين حاجه وجم قالوا لك فقلتي لا يروحوا لبابا فبابا يوافق اه خلاص معلش يا هدى مشيها المره دي عشان خاطري مش عارفه ايه اه بابا ذات نفسه بيتوسط اه لا باباهم بيتوصل لهم خالص باباهم كيوت خالص غيري انا الشريره بتاعت البيت ليه شريره والله بتسوقي نفسك حضرتك مش مش بالها انا بقول ش... لك انا, أنا الشريره هناك في البيت طب, <applause> طب بتفتكري في حاجه ممكن يكونوا مخبيينها عليكي حاجه مو. يكونوا عملوها في البيت اكيد أيوة. اكيد بس انا ما اعرفوش ما انا حاجه بدون مركبه كاميرات اهو يعني لا الكبير إيه الكبير <applause> إيه غلبان عنها الكبير إيه 18 سنه إيه. ايوه بس غلبان لما وصل 18 ولا لا هو لا لا صغير لا من هو صغير من هو أو. صغير كنت بكشفه بسرعه لحد دلوقتي بكشفه بكلمه ممكن اوقعه انما دول لا ماشي لو حضرتك بقى دلوقتي احنا 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 عارفين ناحيه كتبتي طلبات اه بس احنا قبل ما ندخل في مرحله الطلبات دي احنا سالناهم شويه اسئله <applause> عايزينك الاول تشوفي معانا ياسين وزين قالوا ايه ونشوف بقى هل توقعاتك كانت صح ولا لا وهم كمان هل في حاجه فعلا عملوها من وراكي ولا لا <تصفيق> هنشوف <تصفيق> دلوقتي اه هنشوف ياسين وزين قالوا ايه لماما هدى تعالوا نشوف معانا ياسين وزين ازيكم؟ الحمد لله مين اشقى فيكم؟ انا <applause> اه <applause> يا زين بتعمل ايه؟ عليك كوارث في البيت؟ لا مش كده كت... لا ماليش يعني هو ما كسرت حاجه عمرك ما كسرت حاجه ده اعتراف آه. بتقول عمرك ما كسرت حاجه كوبايات عاجة. كوبايات بس؟ اه بس م... مش حاجات غاليه قوي يعني يعني امتى ماما بتزعق مثلا ليك؟ يعني مثلا نلعب كوره في البيت تزعق حتى لو مكسرتش عشان حاجه عشان كوره كبر هتكسر طيب طيب انت كسرت اهو بس كسرت كوبايات بس أه؟ في اخر مم. مره كسرت حاجه كانت امتى مثلا؟ من كنت صغير قوي يعني ما كسرتش حاجه بقالك كتير؟ اه ليك انت بقى, بقى ياسين بتزعلك ليه؟ هي بقى بتقول لي كذا وكذا تتضايق قوي لو انا رديت وبالنسبه لها دعنات طب هي بتقول لك لا على ايه؟ على ايه مثلا؟ انا مثلا ما بحبش السبانخ. ما بتحبش السبانخ، بس هي المشكلة في سبانخ ماما ولا في السبانخ عموما يعني لو اي سبانخ عند اي حد؟ السبانخ عموما اكلها حلو. ماما اكلها حلو أه؟ عموما. طب قول لي يا ياسين بقى لو انت دلوقتي بقيت انت مدير البيت بدل بابا وماما. اول حاجة همنعها إيه؟ احنا مثلا بنزعق. لا امنع كده. اوكي يعني انت هتلغي الزعيق. انا عملت حاجة بس ما لماما. ايه؟ كسرت علبة دواء. قلب كنت محوش فلوس وكده وجريت على الصيدليه قبل ما ماما تيجي كانت معاها يوميا. يومي رحت اشتريت يت... الدواء رحت اشتريت الدواء وحطيته في المكان بالظبط ودلقتها في اوضتها يعني دي في اوضتها كمان, كمان فاللي يعني مش ساعد ممكن تشوف وتعرف آه. بس بعد كده ما ابتدت تحس ان انا قصر حاجه مخبي عليها وهي جت ما طبعا جيت برنامج جه فضحت فروقي يقعد براحته بقى على التيك توك ماما في الوقت على التيك توك هخبي لكم التليفونات كلها احنا بقى طبعا دماغنا ذكيه اه فبتعرفوا ازاي بقى ايد ما دماغنا ذكيه قوي تاخدوا تص... تاخدوا الانترنت من غير ما تحرق التابلت انا عارفه إيه بتخبيه فين في الدولاب تعجبوا مثلا تخبيه جوه الدولاب <applause> احنا مش هنسمي الفريق يا سي احنا هنسميهم الوحوش مش الوحوش الاشباح الوحوش والاشباح اتسحدوا عليك رايك ايه الاول في الاسامي بتاعت الفريق؟ <تصفيق> <تصفيق> وحوش واشباح انا موافقه طبعا على اي حاجه النهارده <applause> متوقعه ان هم اللي يكسبوا؟ طبعا 100% هم اللي هيكسبوا كنت تعرفي ان هم مخب... عارفين اماكن تخبئه الحاجات؟ لا, لا 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 يعني بنسبه اه وبنسبه لا عارفه ومش عارفه يعني بكبر دماغي ساعات بقى ايه عشان يحلوا عن الذن عن دماغي شويه لا هم قالوا ان هم عارفين اماكن اللي حضرتك بتخبي فيها التابلت عارفين اكيد عارفين أكيد اما هما بيروحوا يجيبوا قال لهم روحوا هاتوا يروحوا رايحين جايبين. فخلاص يعني <تصفح> <تصفح>. بتخبي بقى ايه؟ طب حضرتك ضحكتي قوي لما إيه؟ لما ياسين قال في الأول إن أو زين إن هو بقاله كتير ما كسر أنا بقى له من سنين ما كسرش حاجة. لا بيكسر كوبايات غالباً أه هو تخصص كوبايات بيحب يلعب كورة في البيت وأنا أقول له ما ينفعش الفظاظات الديكور في البيت أنا عايز ألعب كورة مع إن هو فريق سباحة بيروح خمس أيام أودي كورة كمان إزاي؟ ودي الاسبوع الثاني الباقي ويروح يلعب بكرة كوفر كبيره في البيت لو سمحت من فضلك هو اعترف ان هو خصص كوبايات وقال <applause> <applause> في حاجه استغربتيها من كلامهم لا بس مطقه ايه ده دوت ما كنتش عارفاه هو اعترف هو قال ده سر لا أوه. ما كنت بس كنت شك اه إن انا سألته بس انا كده النهارده اتأكدت اتأكدت بس يعني مش عشان هو ده في لا, لا،, لا كنت شك... شكيت وفاروق قال لي بس برضه ما صدقتوش بس النهارده اتأكدت هو قال ماما كانت حاسه اه اه بس انا ما كانش اكيد ان يعني الدواء ابيض واتمسح بطريقه مش مش كامله مش واضحه يعني اه برضه لما نسبق الحاجه لازم <تصفح> لما نعمل المصيبه نظبطها <تصفح> ما ظبطش الدنيا <تصفح> ما <زبطت تصفح> الدنيا كنت انا ما خدتش طب احنا سايبينهم الوحوش والاشباح بيراجعوا هيحاولوا يقنعوكي ازاي بطلباتهم تمام طيب. عايزه فريق حاجه؟ لا ماما بقى فريق ماما بس. بس طيب ماما هدى هتستعد باسلحتها عشان تحاول تقنع فريق الوحوش والاشباح ياسين وزين يا ترى ياسين وزين هم اللي هينتصروا ولا ماما هدى ده اللي هنشوفه بعد شويه في المناقشه عشان نشوف بقى هنوصل لايه في حوار عائلي جدا معانا دلوقتي طلبات اللي كتبها فريق الاشباح والوحوش لماما هدى <applause> ومعانا برضو طلبات اللي ماما هدى كتبتها لياسين وزين هنبتدي الاول بماما ماما معاكي مضرب وافق ولا وافق هناخد فكره كده عرض سريع على الطلبات فدل. وبعدين نروح لياسين وزين بوس يا ماما ياسين عايز اولا رينج لايت وعايز بلاش زعيق عايز عصفور هو وزين الاثنين بلاش اوامر عايز تليفون ماما مش محد ماشي هنشوف بلاش فاصوليا ولوبيا وبتنجان وسبانخ <applause> <applause> ماما هتدور كتالوج بالك طب زين زين عايز كلب وعايز يسافر الساحل واحنا داخلين بمناخ في الاجازه عايز يلعب كوره في البيت عايز يلعب بلاي ستيشن وبلاش سبانخ برده وعايز ياكل اكل من بره ماما زي ماما زين شايفه طبعا <applause> شوف تعالوا بقى نقول لكم امسكوا بقى مضايقكم <applause> ماما عايزاك تبطل كذب هتتنقل لو انت معترض هتقول وانت هتتناقش بعد كده ما انت لسه يبقى يبقى, يبقى معترض يبقى اديني الفيس التاني ايوه تنام بدري تبطل عنده عصبيه تكون صبور تقلل انترنت تبطل تصوير وتيك توك تقعد مع العيلة أكتر تاكل أكل صحي <تصفيق> <تصفيق> واحدة واحدة تبطل تتخانق مع أخوك الكبير طيب زين بقى عم. اه طيب. ماما بتقول لك تبطل زن وقمص وما تبقاش لحوح لحوح يعني يعني, يعني. تزن على حاجة لنفس لا. الزن يعني لا. وما تعملش مشاكل ماشي وتفكر قبل ما تتكلم لا <applause> تسيب أولا. التليفون هنتناقش برضو تسيب التليفون لا تسمع كلام بابا اه... ماشي ماشي حاضر تبطلوا خناق مع بعض وتبطلوا عند دي واضح ليكوا انتوا الاثنين لا لا طيب تعالوا بقى نتناقش تمام نسيب آه. الاول نبتدي الاول كده ماما كانت معترضه على الزعيق والاوامر بلاش اوامر اعترضت يا ماما فاتناقشوا مع بعض بقى اولا انا ما بديش اوامر بتدينا بقول الصح والغلط بتقولي حاجات كتير لا, لا. بقول على اكتر حاجه بقول لا, لا, لا على لا. ايه تدي الفاروق انترنت واحنا لا فاروق امتى فاروق عنده الانترنت من امتى والوقت لما بيجي من الشغل بس قبل يا ما, يا ما قبل ما كان يجي من الشغل ويقعد من... على اليوتيوب والتيك توك وزعقنا واحنا لما نحمل فيديوهات زعقنا هو فاروق بيجي فتره صغيره وانتوا بتخلصوا الباقه طب انتوا انتوا انتو الاثنين اعترضتوا عن انتوا مش عايزين تقللوا الانترنت وتسيبوا التليفون وده عمليه نفس كل مرة معلش جهاز بابا وفاروق وماما والتابلت مضايقين قوي احنا ممكن يدخل لنا التابلت في التابلت مثلا في الانترنت ممكن مرة كل شهر شهرين طب النوم بدري بقى النوم بدري يلا يا زين بفوت لا <applause> لا لا <applause> ماما معترضة حتى يعني على فكرة آه. السهر عموما ولا <applause> هو حتى في الأجازة أو في المدرسة؟ هو أصلا أصلا عيني بيبقى تحت عينيه هالات سوداء وبيبقى ممكن يقعد 24 ساعة في ال 24 معلش. ساعة معلش أنتوا بتسهروا كل يوم ولا ولا هو يوم بتبقى <applause> اللي هو بس كده لا لا كل يوم زين لا أنا عايزة أسهر علشان أنا ما بخرجش كتير و وكمان بقعد في البيت زهقان حتى لما بقعد التليفون بسهر طب أنت <تجه> طب <طبعاً. هو تصفيق> شايف إن هو بيخرج وهو قال ما بيخرجش كتير؟ هو بالنسبه له الاربع ايام اللي احنا بنروح النادي فيها ده مش خروج بنوحش طب ننزل. طب ماشي استنى بس دلوقتي انت ماما برضو قالت لك تبطل تصوير وتيك توك انا مش بطل تيك توك اصلا تيك توك دي حاجه واحده طب بقى. نسمع انا هروح اجي لك بس نسمع راي ماما انا ناقشيه يا ماما لا ما ينفعش تيك توك 24 ساعه في ال 24 ساعه وبعدين طاومة ممنوع تيك توك ليه ما بتقوليش لفاروق من قبل ما يشتغل حتى بعد ما يشتغل هو فاروق بيعمل تيك توك بي... لا بيقعد على بيتفرج تيك توك. عليه انما انا بتكلم عليك انت وانا بعمل امتى انا اخر فيديو عملته على تيك توك على اكونتي كان يمكن من اسبوعين طب هل في بدائل يا عشان بس ايه الموضوع كده هل في بدائل او حاجات تانية ممكن يعملها غير مع التيك توك فعشان يطلع آه يعني هو طاقته في حاجه ثانيه ب... يفرج مثلا شويه تلفزيون يلعب مع اخوه لما ما هو التلفزيون والتليفون ما هو احنا كده عملنا ايه؟ لا يعني يعمل يرسم يقرا يعمل اي حاجه طيب حلو نروح بقى لزين زين بقى والله بصي مجهز بيقار... ادواته <applause> استراتيجيه قويه فريق الوعود والاشباع طيب زين زين ماما قالت لك ان انت ما تقعدش تزن وما تعملش مشاكل و... وتفكر قبل ما تتكلم الموضوع بقى الزن وكده انت اعترضت عليه شايف ان دي طريقتك عشان توصل للحاجه اللي انت عايز صح اه طيب نتناقش معاها بقى اقنعها ازاي ان انت مثلا نعم اطلب اعترضت دلوقتي بلاي ستيشن انا في اه هو كان كاتبها فعلا وماما قالت عليها لا وعايز كوره في البيت ماما قالت لا ماما قالت على كل طلبات زين لا الصراحه فلازم تتناقشوا بقى لا هجيبها بلاي ستيشن البلاي ستيشن ميزانيه الميزانيه ما تسمحش طب هاتي لا حيوانات انا ما بحبش حيوانات عصفور ولا العصفور انتوا اتنين عصافير طيب ماما هتفكر ماما كمان معط... آه كت... ماما كانت موافقه على موضوع بلاش فاصوليا بلاش لوبيا بلاش بتنجان بل... في لسه ممنوعات كده ماما طب انا طب عايز احكي على سؤال واحد هو منعتي الاكل ده وجبتي و... 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 له تليفون رينجلايت هو انا ماليش حاجه في الدنيا يعني عشان اصلا يا والنبي اولا, أولاً هتجيبي له للتصوير وهو معل... مش هتجيبي له حاجه في الدنيا معلش بس طب كده اما توصل لسن اولا ماما كانت معادلي بالتليفون طبعا بزن كتير عليها بتزن كتير طبعا من سنة من. اصلا انا مش مقتنع ان هي ممكن بس في ايباد يعني في عن ما عندنا بس انا, أنا يعني... 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 الايباد ليه الايباد ما حصلتش فيه حاجه السكرينه جديده والتابلت جديد وكل حاجه فيه جديده فعلا. ما هو دلوقتي هو الطلبات الماديه عشان نحصرها كده هو ياسين كان عايز الرينج لايت والتليفون وزين بليستيشن. كان عايز البلاي ستيشن <applause> اه بلاي ستيشن 4 و5 ممكن تشري اخر اه بيتنازل هو بعد بينزل بال بالاصدارات افكر بس و... خ... يعني إيه؟ الميزانيه الطلبات يوطل الماديه دي بنسيب الاهل يفكروا فيها احنا الميزانيه تسمح شويه طب هي برضه طلبت منكم ان انتوا ما تتخانقوش مع اخوك الكبير مع فاروق مع فاروق يبطل يعاندنا اه دي برضو لازم نتكلم فيها مع فاروق بطل يعاندنا فاروق بيعاندكم ومش يعني... عشان هو الكبير يمنع من دخول الاوضه ولا كل... صغيرين في في الزمن ده ما لهمش كرامه طب احنا دلوقتي انتوا كنتوا تناقشوا مع بعض في معظم الطلبات هنسيبكم تشوفوا ايه اللي ممكن ماما توافق عليه وتعديه لياسين وزين وفريق يعني 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 آه. النهارده واللي ممكن برضو فريق الوحوش والاشباح يوافقوا عليه لماما عشان بس. نوصل لاتفاق في حوار عائلي جدا نكتبه هنا ما بين ماما هدى وما بين ياسين <applause> وزين اتمنى <applause> يتفقوا على حاجه هنشوف بعد ان شاء الله وصلنا للاختبار الصعب، عايزين نوصل لاتفاق في حوار عائلي جدا ما بين فريق الوحوش والاشباح ياسين وزين وبين ماما هدى. ماما هدى عايزين نبتدي بيكي كده نستفتح يعني توافقي لنا على ايه من طلبات ياسين وزين؟ ممكن توافقي بشروط على فكره وممكن هم كمان يوافقوا بشروط. هو التليفون هجيبه له في القريب ده الياسين ده الياسين. ايه لزين البلاي ستيشن؟ هفكر قدام شويه بس مش مش عارفه امتى. يعني ممكن عندي 50 سنه ممكن <applause> ل <لخمسين> 50 سنه <تصفيق> <ممشن>. <تصفيق> ممكن مش ايه تاني؟ العصافير انا رافضه الكلاب رافضه طب لا دي واحده العصافير طيب يعني بلاش الكلاب العصافير ممكن بما ان هم الاثنين طلب ممكن افكر افكر انا يعني ان انا عشان انا ممكن اسافر ممكن طب انا رايي انا اقول لك فكره يعني انه ان هو يبقى في شرط ان انتوا هيبقى انتوا المسؤولين تماما عن كل حاجه ولو لقيتي في يوم واحد ان هم قصروا هيبقى يعرفوا ان هم هيرجعوا اه اه مش هيلاقوا اه العصفور اه في اه الموضوع هترجعيه للمكان تاني بس احنا لو سافرنا العصفور هيعمل في البيت يسيبوا عند جريد لا هو ب... العصفور سهل ممكن تاخدوه معاكم الا لو سافرتوا في مكان مش بتاعكم يعني ساعتها لازم تودوه لحد ك... كلب الكلب اسهل بكتير قوي زين عايز الحاجه لدرجه ان انت تتحمل مسؤوليتها ولا ممكن انت ذات نفسك ما تبقاش عايز فتعيد زين عايز كوبايه الميه حد يجيبها له يبقى هتتحمل عصفور ازاي؟ يعني مش... انت هتتنازل عن الطلب؟ ماشي هتتنازل على الطلب ايه؟ على ان انت مش عايز خلاص عصفور ولا لا. انت عايزه بس بشرط ان انت اللي تشيل مسؤوليته تماما <applause> انا انا عايز اتكلم بصراحه طب في هل ماما ممكن تعيد التفكير لو هو هيشيل مسؤولية؟ ممكن اعيد التفكير في الموضوع <applause> طيب ماما دلوقتي وافقت لياسين على التليفون وقالت لزين بعد شويه هتفكر في موضوع البلاي ستيشن ده ممكن بقى ياسين توافق لماما على ايه؟ هي كانت قايله ايه هي كانت طالبه منك تبطل عنده عصبيه وتقلل الانترنت وتنام بدري وتبطل تصوير وتيك توك وتقعد مع العيله اكتر انا احتمال يعني ابطل عصبي زين وهتوفى عليه بقى من طلبات ماما خدنا احنا خدنا من ياسين وافق على حاجه واحده زي ماما كانت قايله لك بلاش تقعد تزن وتفكر قبل ما تتكلم مش, مش وتسيب التليفون ايه اللي ممكن توافق عليه لا. التليفون لا اه طب احنا عايزين نوافق على حاجه. وافق على حاجه عايزين طب طيب حاجه طيب. انا ولا كلب ولا عصفوره ولا قطه ولا بلايستيشن. قلتله بحاجه ثانيه قلتله بحاجه ثانيه. ست حاجات. قلتله بس طيب ست حاجات السابعة. وهو عنده حاجه الصراحه ولا السابعة. حاجه. السبع حاجات. زين انت عايز ماما توافق على ايه من الحاجات اللي تقدر عليها زي اللي هي في موضوع الكوره ده انت عايز ماما توافق على ايه علشان انت كمان توافق على حاجه. أش... عشان ما تفهم بشان دي ومية حياتي ان شاء الله بيستاني. انت لو انت ماما قالت لك مثلا هتنزل تلعب كوره انت متضايق انها نص ساعه عايزه تبقى وقت قد ايه عشان تبقى ماما بتقولي لي براحتنا طب انا عليك وانت تطلع ده بقى ايه ماما ممكن ت... تسمحي له بان هو يلعب آه. قد توسعي له المده ده شويه قد هدايا لا خسيبك من سيبك من ياسين بقى نركز بقى في اللي احنا ركز في طلباتك ركز معايا اه ماما ممكن توافقي لزنا على ايه؟ آه بوافق له على الكوره ان هو يلعب مع مع وقت صاحبه إيه؟ وقت معين بس هو ما بيشبعش يعني لو قلت له ساعه لا عايز ساعتين او قلت له طب ما احنا خلينا نتفق بقى اه نتفق لما لا ينزل, ينزل يلعب يطلع على حاجه <applause> ان كل طفل بيبقى فيه طاقه لازم يخرجها فهو لازم يبقى فيه بدايل لو احنا قلنا له مش هاي... مش هيلعب يقعد في البيت ما هو ما بيقعدش عنده ما كل يوم ساعتين سباحه ما هو اليوم في الاجهزه طويل اه اه, آه. آه. ففي طاقه اكبر كان في في المدرسه في طاقه بتطلع في المدرسه طاقه امبارح كان في المدرسه عندهم نشاط صيفي بيروح صحي من 8 الصبح روح المدرسه طيب وب... بقى له على لعب الكوره وهنزود شويه ساعات طب الحمد لله وصلنا لزين بانه هتلعب كوره شويه اكتر وقت اكتر والعصفور وافق انت بقى الماما على حاجه هي وافقت لك على حاجتين اهو هم حاجتين هما <applause> حاجتين اه مش مشكله ما <applause> لازم <applause> توافق انت ما وافقتش على حاجه برضه تعال. <applause> توافق <تصفيق> على ايه تبطل زن <زي تصفيق> اه تفكر قبل ما تتكلم دي حاجه كويسه دي استني هتعد من 21 زي ما اتفقنا في حاجه تانية ممكن قبل توفى عليه ماما برضو خضر. مش هتوفي على السبانخ والفاصوليا واللوبيا والبتنجان لا ما انا عايزه عايزاهم ياكلوا خضار طب صحيح. ايه اللي. ايه اللي من الخضار بتحبوه غير ده الملوخيه الباميه يعني بسله وزيت لو كل اي حاجه <applause> البسله والملوخيه والباميه دول ثلاث لا ما بياكلوش الباميه لا بتحمد ربنا اه طب احنا السبانخ مشي؟ أه. ممكن نقلل ايه؟ ممكن نقلل واحده فيهم على الاقل يعني؟ ما بعملش ما خلاص الحاجات اللي هم مش بيحبوها ما بعملهاش كتير لا حرام حرام هي ما السبانخ عملت باميه من كام يوم و... وكمان ايه تاني؟ ويعني نص يعني نص اللي احنا قلناها في واحده السبانخ بطلت طب في حاجه تانية انه نوافق عليها بقى موضوع التصوير والتيك توك ده انا شايفه ان هو حله انه إن لو عايزه تقلليه يبقى لازم نعوضه بان هو يروح مثلا كورس يبقى فيه حاجه فيها اه انا هدرس الموضوع فيها ده وهدور له على حاجه ان هو يدرس فيها ايه رايك في الفكره بقى دي ماشي بس بحاجه واحده ما تمنعنيش ومجرد وما تقوليش مثلا استنى شويه شويه لو هتمنعني من تصوير تيك توك يبقى تدخلني بقى في تمثيل انا اوريدي بحب الاثنين لا ما هي ماما قامت ما دلوقتي تقول هتدور لك على حاجه زي كورس او حاجه تاخدها تفيدك في الموضوع ده عشان تنمي ميش. الموهبه مش انت بتقول انا عندي موهبه وانا فنان وأنتم مصاصيني مش كل نص اصحابها نص اصحاب ماما شا شافوني وانا بمثل وعجبوا بي خلاص للتمثيل عشان ايه ينمي الموهبه صح يا ماما انا لو لعبت ماما تنس ما اول الموافقه ما انا جيت هنا اهو ما ماما عشان؟ ماما وماما موافقه انا ما ماما عادي كلنا بنعترض على حاجات ما بتعترض حاجات ليه وحضرتك اكيد بتعترضي حاجات لولاد حضرتك وعادي يعني, يعني, يعني ماشي يعني بس ماما قالت هتعمل لك انت كورسات اهي يعني هي ماما يعني اهو انت بقى قدامها هتوافق هتوافق على تقعد مع العيله اه بس شعرت معايا هتبقى لطيف مع الناس اللي انت ما بتعملكش فيهم قوي دول لا يعني ابقى لطيف معاهم اللي هو في السلام لكن مش هتكلم معاهم مثلا هي عندهم مثلا ولد بيمسك التاب يقعد عليه اكنه مش معانا مو كلام يعني ما لما يكون في ضيوف لازم نرحب بيهم برضه انا بقول انا ما بحبش بيهم بس لو ليك كلام مش مناسبني باخد بعضي وامشي لا لو الناس كبار تمام بس لو حد صغير معاك يعني انا ممكن لو حد ما قدك تلعب ما مع بعض بحبش شغل خلاويص والكلام ده ما بحبش العب الحاجات دي يعني ممكن انا بلعب <applause> بسيطه انت <وعدت> بقى مره <applause> يعني مثلا مثلا هو الضيوف الناد... مش بيجوا كل يوم فلو جم عايزين يلعبوا مره خلاويص بص العبها يا زي بصي, بصي يا لولي مش انت الكبير ايوه انا, أنا ايوه <applause> <بصي تصفيق> <بصي تصفيق> يا لولي اه بس العب مره خلاويص يا بصي يا لولي اه انا مثلا ناس انا طب انت بتلعب خلاويص ولا لا انت كمان لا ده بيعشق اللعب ده طيب احنا دلوقتي ايه هتبقى النوم بدري لا لا في الاجازه لازم نبقى بقى بس ماشي معي. في الاجازه لا لا ما ينفعش كل سبع ايام ما ينفعش السهر كل يوم برضو عن لا مش كل عب. يوم يعني مثلا اخري بالكثير قوي لو يوم الخميس ممكن ابقى واحده ونص يوم واحد يوم, يوم الخميس, الخميس طب انت كل يوم بس ممكن ما يوم واحد يوم واحد امسكي فيها امسكي فيها مش عارفه ان يوم واحد انا واحد ونص يوم, يوم, يوم الخميس مص. تمام وقبل كده الساعه 12 انا موافقه 12, 12, 12 ده كمان ده كتير ده احنا بنيجي من الساعه 12 بالليل زين عايز تطلب من ماما حاجه اخيره قبل ما نمضي على العقد اه نفسك في ايه قول ان هو يسيبني ياسين يسيبك تمام احنا كتبناها لوحده وننزل لوحده عايز مواسن. انت كنت بتقولي حاجه عايز تلعبها تنس عايز يلعب تنس ممكن ماما ايه ين ينفع يا لولي هو وصل لفريق حره يلعب تنس ويصبحها مش هينفع عشان الوقت يعني عشان الوقت دي أوه. حاجه وهو وصل لمرحله كويسه جدا في السباحه طب انت رايك ايه يا زين؟ ما اعرفش وما شاء الله عليه يعني وصل كمان كان في ب وصل طب هو مش لازم بصرة. يروح يروح يعني تمرين كبير ممكن, يعني ممكن يروح يروح يجري يجري يلعب كده اه يلعب يعني. كده تفاريح تفريح كده حاجه بسيطه ممكن نروح نادي جديد نلعب ايه رايك؟ يعني ما بس مادر. مش لعبه اساسيه كبير بقى يعني ماما عايزاك تركز في السباحه زي ما انت مركز ان احنا لنا سنتين بقالنا سنتين بنلعب سباحه ايه رايك؟ وانت حبيت السباحه اللي انت عملته بس بقى نحن نحن بقى تلعب تلعب ان هو خلاص داخل على نجوم يعني ما ينفعش اسيب كل ده مش بس هتخليك تلعب التنس كهوايه ثاني موافق. موافق؟ جود موافق؟ جود <applause> الحمد لله تمت بنجاح هنمضي بقى هنا ماما من فضلك هتكت... خليك زي ما حضرتك قاعد هنا اهو واحنا هنمضي ولا لا؟ ايوه تكتبوا وتسميكم وليه؟ هنم. مين هيشيل بقى العقد ده عنده؟ انا, أنا. انا وزين في اوضتكم في فوضيت فاروق انا وزين لا هم عندهم الدرج بتاعهم حياتهم طب انا انا بار... انا بمضي عادي انا مش آه اللي لا. اسم عادي بعرف زي ما انت ما انا ماضي اسمي عادي بس انتوا لقيتوا الدورتين هتبقوا جنب بعض هل يبقى بالإنجليش ولا زي, زي ما انتوا هتاخدوا في الاخر العقد فباي لغه انتوا عايزين اللي انت عايزه بسم الله الرحمن الرحيم ده ايه ده ده لمضه ياسين ونشخبط عليها طب يلا اتفضلوا <applause> تخلي بقى معاك العادة تفضلي يا ماما يلا ناخدوا الكرتونه بتاع كده اه, آه ناخدوها يل... على بعض ما يا